النهارده بنتكلم عن فرحة العيد، مفهوم الفرح في القرآن الكريم. زي ما حضراتكم عارفين، احنا كل يوم حد بنتناول مفهوم من المفاهيم القرآنية وبنفهمها. مفهوم الفرح بشكل عام وخاصة في العيد، ازاي الإنسان المفروض يفرح؟ وازاي مهم انه يفرح؟ وازاي نفرح اللي حوالينا؟ وازاي الشيطان بيبقى قاعد مستني اللحظات ديت عشان يبوظ بيوتنا ويبوظ علينا فرحتنا، وتحصل خناقة من لا شيء جوه بيوتنا، سواء ما بين الزوجين أو بين الأهالي والأولاد أو الإخوات ما بينهم ما بين بعض، عشان فجأة الفرحة دي تبوظ، لأن هو ده اللي الشيطان عايزه. إزاي إحنا بقى نتحداه ونكون قد التحدي في الأيام المفترجة دي، وإحنا بنقول يا رب أعنا على الفرح. ده موضوع حلقتنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ دكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. سلام عليكم يا مولانا، وكل عام وحضرتك بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بصحة وسلامة، وربنا يعني يفرحنا جميعا ويرفع عنا الحزن والغم ويجلب لنا الفرح والسرور يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. كل الناس يا رب في كل مكان. مفهوم الفرح يا مولانا هو مفهوم ذكر في القرآن الكريم، إيه المقصود بيه وإزاي أشار القرآن الكريم؟ نقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الانفعالات الإنسانية، تبص تلاقي حضرتك القرآن الكريم اهتم بيها وذكرها، لأن هي مظهر من مظاهر التجلي الإلهي. إن الإنسان بيكون في أحواله متقلب، والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، يتقلب. فتبص تلاقي مثلا واحد تارة حزين، بعد شوية يدخل عليه فرح وسرور ينقله من هذه الحالة إلى حالة أخرى، يبقى فيه انقباض، يبقى فيه انبساط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم قال الذي أضحك وأبكى، إشارة إلى شيء من هذه الانفعالات النفسية. من هذه الانفعالات الفرح. الفرح أنا بقول إنه انفعال، وإحنا اتكلمنا مرات قبل كده عن الفرق بين الفعل والانفعال. الفعل ده شيء إرادي، أنا اللي بعمله، أستطيع أن أفعله فده أحاسب عليه. لكن الأشياء التي لا إرادة للإنسان في استدعائها أو صرفها حتى، دي لا يحاسب عليها، إنما يحاسب على مبادئها وأثرها. زي الفرح، الفرح ده شعور يطرأ على الإنسان ويقتحمه. والفرح هو عبارة عن، هنوضح الواضحات بقى، انبساط في القلب يحصل به طمأنينة ولذة، استمتاع. استمتاع طبعا. لما نيجي نتكلم على الفرح يجي معانا لفظين تانيين، لفظ السرور ولفظ الحبور. الحبور، الحبور يعني ايه مولانا الحبور؟ السرور والحبور دول درجات من درجات الفرح. السرور ده فرح داخلي لا يظهر أثره على صاحبه، القلب حصل له طرب وسرور كده وبقى بيرقص كده، ده اسمه سرور. لكن ما تشوفيه ما تعرفيش، ده يعني مش باين عليه حالته النفسية. صحيح مش مكشر مش متضايق، بس ما تقدريش تجزمي ان هو في هذه الحالة من السعادة. أما الحبور هو الفرح الذي يظهر أثره على صاحبه، تبص تلاقي وشه انفرجت أساريره وانبسط وابتدت حواسه وجوارحه نفسها تنفعل بهذا الفرح. راح مسقف مثلا، واخد بالك، ضحك كده، واخد بالك، فده اسمه حبور. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بيه، الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبروا. الله، فالحبور ده درجة عليا من درجات الفرح. القرآن الكريم أيضا فهمنا منه أن تناوله للفرح لم يكن تناولا واحدا، إنما أحيانا تناول الفرح بمعنى البطر والتكبر، زي مثلا قوله تعالى انه لفرح فخور. هنا مش الفرح اللي هو بمعنى الحلو اللي احنا عايزينه، الحلو اللي احنا بنتكلم عليه. وتارة تناول الفرح بمعنى السرور الطبيعي بقى اللي احنا اتكلمنا عليه، وتارة تناول الفرح بمعنى الرضا، وفرحوا بالحياه وفرحوا بالحياه الدنيا، يعني رضوا بها واستكانوا اليها. ولما نيجي نشوف الفرح بقى برضو من خلال الايات القرانيه، هنجد ان الفرح انواع. في فرح محمود، وفي فرح مذموم، وفي فرح مباح.
الفرح المذموم او الفرح بوجه عام ما نقدرش نقول ان هو محمود او مذموم الا لما نبص هو متعلق بايه. فلو كان فرح بحاجه ترضي الله فهيبقى محمود، لو فرح بحاجه لا ترضي الله هيبقى مذموم، لو فرح بحاجه مباحه هيبقى فرح مباح. طبعا. فنجد مثلا من الفرح المحمود فرح المؤمنين بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. فلما ربنا ينصر اهل الايمان ده يبقى سبب من اسباب دخول الفرح على قلوبهم. نعم. نجد ان الهدايه والاسلام سبب من اسباب حصول الفرح في قلب الانسان، لان ما فيش شيء يبقى يدخل السعاده والسرور على قلب الانسان اكتر ما يطمئن على مستقبله وكذا الى اخره.